بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. فائدة اليوم أيها الإخوة الكرام، الآيتين المعجزة لقضاء الحوائج وشفاء الأمراض وللقبول وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ورواج التجارة ودفع الكساد والنحوس ودفع وقف الحال وتيسير كل الأحوال بفضل الله تعالى وبركة هذه الآيتين الكريمتين، وهذين الآيتين معجزة في كتاب الله تعالى، وهما آيتين تحتويان على كل آية منهما تحتوي على 28 حرفا الأبجدية كاملة. هذين الآيتين لهما تصاريف كبيرة جدا، وقد نشرنا في بعض الحلقات بعض تصاريفهما أيها الإخوة الكرام، فليرجع إليهما من يريد، وهما للشفاء وتبطيل السحر، وكذلك علاج الأمراض الباطنة والسحر المأكول والسحر المشروب واستفراغ الذات من جميع هذه السموم. ومن يعاني من ضعف في صحته وفي جسمه فعليه بهذه الآيات الكريمة، وكذلك من يريد قضاء الحوائج، ومن يريد تيسير الأمور، ومن عنده وقف حال وكساد تجارة، فهذه الآيتين تغنيك عن جميع التصاريف أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة، وتكون على طهارة أثناء استخدامهما وعلى وضوء كامل، فإن الله سبحانه وتعالى ينجح مقصدك، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل العمل وبعده بأي عدد شئت، مرة أو مرتين أو أكثر، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك ويتجلى عليك أنوار هذه الآيات المباركة وتصل إلى كل ما تريد. وكذلك لمن يريد الزواج من النساء والرجال ويستعمل هذين الآيتين ففيهما الخير والبركة والتيسير والفتح، وقد وجدنا لهما تأثير عظيم أيها الإخوة الكرام في كل ما ذكرنا، فإنهما مؤثران جدا جدا أيها الإخوة الكرام في كل ما يريده الإنسان، ومن كتبهما وحملهما يحصل له كل ما ذكرنا من التحصين والحفظ وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ورواج التجارة والزواج وغير ذلك. لكن أيها الإخوة الكرام، عند حمل هذه الآيات الكريمة فإنك من ظن أنه سيحتفظ عليهما ويحتفظ على هذا الحرز الشريف كاحتفاظه على مجوهراته، كاحتفاظه على المال والذهب والمجوهرات والياقوت، فليفعل، وإلا فليترك ويستعمل الوصفة التي سنذكرها إن شاء الله آخر هذه الحلقة. ويمكن كتابتهما ويمكن استعمال الطريقة التي سنذكرها إن شاء الله في 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 الحالتين يعملها الإنسان، لمن ظن أنه سيحتفظ على هذا الحرز على طهارة ولا يضيع منه في أماكن ثم يحمله معه على غير جنابة وعلى غير عادة دورة شهرية، فإنه يحصل المقصود بإذن الله تعالى، وهي من الأسرار. والكثير من المتصرفين بهذه بالآيات الكريمة ومن سخر الله لهم يعولون كثيرا على هذه الآيتين، لأنهما يحتويان على أنوار خاصة وقدسيات خاصة وعلى 28 حرفا من الحروف الأبجدية، وهي مكتملة العناصر الأربعة بالنار والهواء والماء والتراب، ولمن كان عنده نقص في جسمه من جميع المعادن أو جميع الأمور، فإنه عند شرب هذا الماء المقروء عليه هذه فإن تكتمل العناصر وتمتزج الأرواح وتمتزج في جسمه جميع العناصر، ويحصل على راحة ويحصل على ارتياح في نفسه وفي صحته وفي رزقه وفي كل شيء يريده بإذن الله تعالى. وهذه الآيتين معجزة كما قلت لكم، وهي الآية الأولى موجودة في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم
أمنة نعاسا، إلى قوله تعالى عليم بذات الصدور، إلى قوله تعالى الصدور، إلى قوله تعالى الصدور، وهي الآية 154 من سورة آل عمران، وكذلك الآية الثانية وهي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، سورة الفتح إلى آخر سورة الفتح. وهذه الآيات المباركة تشتمل على 28 حرفا الأبجدية الموجودة في اللغة العربية، وفيه أسرار في هذه الأمور لا يمكن أن نناقشها في هذه الحلقة. هذه الآيات تقرأها على الماء 7 مرات لمن أراد تصريف بها من غير كتابة، يقرأها على الماء 7 مرات على الماء 7 مرات كل يوم مدة 7 أيام لمن يريد حاجة أن يقضيها ويمسح بهذا الماء، يمسح منه وجهه فيرزقه الله القبول وتيسير الأمور ونجاح المقاصد وزيادة الرزق وجلب الزبائن وغير ذلك من رواج تجارة، وتدفع عنه النحس والسحر وكل شيء يضره وكل شيء يعرقل أموره، وتدفع عنه وقف الحال ويأتيه إن شاء الله التيسير والفتح والزواج وكل ما يريده الإنسان ببركة هذه الآيات المباركة. أيها الإخوة الكرام، تقرأها على الماء 7 مرات وتشربها وتعيد القراءة عليها في الغد وتشربها وتمسح منها وجهك، وكذلك تستمر عليها 7 أيام ولمن يقدر على حملها، وأؤكد هذا الأمر أيها الإخوان، لمن يقدر على حملها على طهارة فليفعل، فليكتبها بمداد روحاني أو بأي قلم يريد في ورق أبيض مثل هذا ويحملها معه على طهارة كاملة ويحتفظ عليها حفظ الروح في الجسد، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بكل ما ذكرنا. ومن أراد أن يخلط بين الأمرين أن يكتبها ويحملها ثم يستعملها ليرقي بها الماء ليشربه لبنية حاجة مخصوصة وبنية تيسير الأمور، ومن كان عنده وقف حال وأموره لا تكتمل فليفعلها وليسر الله له الحال إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.